فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت أن رفع اليدين للدعاء بين الأذان والإقامة أنه غير جائز، فهل ذلك صحيح؟ نعم، ما ورد هذا أنه يرفع يديه بين الأذان والإقامة، لا بأس يدعو لكن بدون رفع يدين. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.